أعلنت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات عن إضافة جمهورية فيتنام الاشتراكية إلى قائمة الدول المدرجة على القائمة الحمراء، حيث سيتم تعليق الدخول المسافرين من فيتنام إلى مملكة البحرين بدءا من يوم غد الثلاثاء، ويتعين على جميع المسافرين القادمين من جمهورية فيتنام الاشتراكية إلى مملكة البحرين من المواطنين أو ممن لديهم تأشيرة إقامة سارية المفعول تقديم شهادة تثبت نتيجة الفحص المختبري لفيروس كورونا PCR تحوي رمز QR، وذلك قبل 48 ساعة من وقت المغادرة، إضافة إلى استمرار إجراء الفحص المختبري عند الوصول وبعد 10 أيام من الوصول، ويتوجب عليهم تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لـ10 أيام.